نعرف الحين مع ضيفتنا بالاستديو إيمان حسن مراد، صاحبة أول محل تجاري في الإمارات يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بك إيمان. يا أهلا، شرفت بوجودي معاكم. طبعا أنا إيمان حسن، طالبة في كلية التقنية العليا، صاحبة ومؤسسة الورد كولكشن. ما شاء الله عليك. من رواد الأعمال اللي حضر التخريج من الشيخ محمد بن راشد اللي خرجنا في آخر دفعة رواد أعمال. نطلع حين على الفيوتشر المستقبل في التكنولوجيا، فحين الفاشن يضم التكنولوجيا مع التطورات أكيد. الموجودة فقررنا من خلال بعض المشاكل نحلها من طريقة تكون شوية أكثر يعني شوي يكون فيها نوع من التكنولوجيا موجودة وتترك بصمة لدولة نواكب التطور. نعم، يعني دخلتوا متاجر إلكترونية. بس أنا أبغي أفهم الفكرة، أن هذا المتجر يسمح بشراء ملابس رقمية. اشرحي لنا كيف الرمزية. كيف أنا جيت يعني في المحل الحين، كيف الحين أقدر أختار وكيف طريقة القياس كيف بتكون؟ في شيء اسمه سمارت ميرور، يكون عن طريق تكونين واقفة قدام الميرور، ياخذ السايز، ياخذ الديتيلز ذا سايز. ما له داعي أدخل غرفة القياس. لا ما له داعي. لا شيء واحد واقف ورا المراية. أبدًا. في حد واقف ورا المراية ولا؟ لا لا لا، يكون سمارت ميرور. هو يكون فريندلي فور ذا كاستمرز، يكون صديق العميل. احيانا الكاستمايز التفصيل يتطلب ان الزبون يغير بعض الالوان، العميل عنده اراء اخرى، فالميرور هذا راح يساعدنا على فهم ان الزبون شو حاب انه شو حاب. هل في تواصل بينه وبين يعني المرايه؟ فيها كاميرات صحيحه؟ ايه؟ الكاميرات هاي فيها سنسرات معينه تاخذ القياسات بناء على ديمنشن معين من خلال نظام موجود عندكم في المحل. نعم. يستقبل هذه المعلومات. نعم. ولكن كيف التواصل مثلا عن موضوع الألوان؟ هل في أيضا اختيارات أو إمكانية الحديث مع الـ مع المنظرة؟ مع المنظرة هو ما في إمكانية حديث حديثة. فريق مختص في الذكاء الاصطناعي. جميل. هو المؤسس مؤسس شركة الجرف الدكتور البروفيسور محمد عبد الظاهر. جميل. نشتغل على أدوات تساعد في تنفيذ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الفاشن، منها أن تواكب التغيرات اللي قاعدة تصير. نفس جائحة كورونا، الناس كانت مقبلة على الأونلاين. صح. كانت من ضمنها أن فكرة الهوم سيرفيس، الخدمة المنزلية، تنتقل عن طريق السمارت ميرور. جميل. يخفف من الريتيرن، يخفف من استرجاعات الزباين. راح المنصات راح تسوي 70% من الزباين اللي يكونون مقبلين على الشراء. صح. طبعا في فئة تأيد الشيء، في طبعا ترفض الشيء. صح. فالأغلب بيكونون طبعاً متقبلين الواقع الموجود مع المواكب التغيير. ونحن مش بس مجرد محل، نحن نبغي نكون نموذج لترشيد، نؤكد إرشاد حكومتنا الراشدة أن هالمشاريع موجودة لمنفعة الناس. نعم. طب أنا بعدني ما فهمت الفكرة صراحة، ما لي في التصميم، ولكن أبغي المراحل. مثلا الحين نحن وقفنا قدام المنظرة وخذت المقاسات. مرأتي كيف ترين اليوم؟ أنت تشوف نفسك على نفس اللبس، يعني أنت تختار الملابس. هاي يعني أنا أختار الملابس واقف قدامها، يعني ما داعي تروح غرفة القياس. مش اللابس محتاج تروح غرفة القياس وتبدل. يعني بدل من أنك أنت تقضي وقتك تنتظر التايم مثلا طابور في محل أو هي تطري غرفة القياس مباشرة. حلو حلو. يعني خليك أنت تسوي مثلا 10 لبسات في دقيقة واحدة. جميل. وأنت تقدر تختار، أو يكون في داتا يسيف لك الأشياء اللي أنت تبغيها. جميل. ممكن في الفيوتشر أنت تحتاج انك هاي الستايل تبغي تلبسه. ايمان بسرعه متى بتفتحين؟ اكيد ان شاء الله. ان شاء الله نحن من اكثر اول اشخاص الداعمين لك ان شاء الله بنكون. زين، هل تتوقعين ان الملابس الماركات العالميه بعد بتكون بتشارك في نفس الموضوع؟ وهل بيكون سعرها نفس السعر ولا بيقل؟ هو يعني المحل هو اللي يسوي الشيء. مثلا الحين عندنا ابل متخصص عند الميتافيرس، بس الأسعار والشروط كلها موجودة. نفس الأسعار في الميتافيرس، نفس الأسعار نأخذها من المحل. فـ it depends to the company. يعني رأيي أنا
في بعض الأشياء أسعارهم راح ترتفع لأن راح يكون فيها مميزات عديدة. أيوة. والبعض راح يكونون نورمال نفس أي. نفس الأسعار. نفس الأسعار. يعني تبيعون منتجات موجودة يعني. منتجات موجودة. منتجات وتفصيل موجودة. أو ريدي تو وير عن طريق بس كليك. ويوصل لها على البيت مباشرة. جميل. يعني هذا وفر شيء مهم جدا. يعني مرات تشترين فانيلة مثلا على مستوى رجالي أو بنطال مثلا عن طريق الانترنت, ولكن نتفاجأ بأن الواحد يعرف مقاسه مثلا ميديم أو لارج, يختار الميديم وما يكون في اللي هي اللائحة اللي تعطيك الميديم هذا مقاسات المقاسات الفعلية مالته شو هي. فيختلف بين الشرق آسيويين مع أوروبا مع غيره, يختلف المقاس الميديم يختلف هني وهني وهني, عرفتي كيف؟ لنتفادى الريتير. أيوه. إذا جانا من برا البلاد أوردر فحرام نحن نرجع والقياس يكون مش واضح عند العميل. فهذا راح يساعدنا في تخفيض نسبة استرجاعات الملابس وتبديلها. جميل. هذا أمر جدا مهم. زين نصائح عبد الله, شو النصائح؟ اول شيء احنا نبغى نتوقع ان الاقبال, شو توقعاتهم بالنسبه للاقبال؟ الاقبال راح يكون كبير لان في تجربتي في جايتس كنت موجوده, كانت الناس تمر على المنصه اللي كنت موجوده فيها التابعه للكليات. يعني سويتوا تجربه منها؟ نحن اوريدي شغالين مع البروفيسور حمد عبد الباهر على كل شيء, ونتريى الدعم الاخير عشان يكون على ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله من احد المؤسسات الحكوميه والخاصه. وعرضنا عليهم كل شيء وتم القبول, ونتريى بس اخر شيء للعرض الاخير باذن الله ان شاء الله. اذا طبق هذا الشيء اكيد. شو تنصحين الشخص اذا انه خلاص بيشتري عن طريق العالم الافتراضي؟ الكواليتي. يتأكد كيف أتأكد منه؟ إذا راح المحل هو لازم يشوف أول شيء ما بعد الشراء. نعم. ما بعد الشراء هل عندهم خدمات؟ هل في شيء أقدر أسترجعه؟ هل الحكومة والشروط هل مترابطة مع المحل نفسه؟ لأن الحين في ريسك, في أشياء الناس قامت تسوي أكاونتات وكل شيء والناس مقبلة على. صحيح. ويبيعون. نعم. صح. والناس يعني عبالها تشوفينه بالصورة واو لما يوصل في شراهة في التصاهي. فهم لازم يأخذون مثلا حذرهم من هالشيء ويشوفون هل الواقع اللي استلموه نفس الواقع الافتراضي اللي جربوه, ويتأكدون أهم شيء ما الخدمات اللي بعد الشراء. بالإضافة هذه هي عبارة عن منصة بتكون. صحيح. فالمنصة هذه أكيد ما بيتعاملون إلا مع محلات يعني موثوق فيها. صح. وتقدم نفس البراندات العالمية, تقدم نوعية وجودة. نحن نتمنى كل التوفيق ومبادرة جميلة ورائعة, وإن شاء الله عقب تحولونها من المرايا أن الناس مرة بالتليفون مالهم يحط التليفون ويشوف إن شاء الله. ردي بيكون في الويب سايت في الميرور إن شاء الله. فهذه جميلة. يعطيكم العافية. شكرا إيمان. يعني نحن نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نحن من أول داعمين لك, ويلا نتري المحل إن شاء الله يفتح قريب. الله يوفقك يا رب.